ما أود قوله لكم هذه ذكرى تتذكروها إنكم أنتم تحررتوا بفضل الثورة والثوار. البهجة عمت هؤلاء الرجال فور تحريرهم على أيدي ثوار الجبل الغربي في ليبيا بعد معارك مع أنصار القذافي. ولكل أسير محرر هنا حكاية يرويها. بعد أسري قام جنود كتائب القذافي، ثلاثة أفراد منهم قاموا اثنان بمسكي من يداي من هنا، وقام الثالث بوضع البندقية على رجلي وضربي بسبع إطلاقات في رجلي الاثنين. من بين هؤلاء الأسرى المحررين مقيمون مصريون في ليبيا. عبد الرؤوف ما زالت آثار التعذيب بادية على جسده. بتكلم بالنيابة على العذاب اللي شفته، عذاب ما شفتوش في حياتي. أنا ممسوك في بداية شهر ثلاثة، يعني معاملة بالنسبة للمصريين تحت الزيرو. انت مصري عاملك معامله عمرها ما حصلت. موت اخواتنا قدامنا قريب عن 150 مصري، رشوه قدامنا في الحشان بالسلاح. سيطرة الثوار على طرابلس اتاحت لصادق العودة الى بيته في حي سوق الجمعة في طرابلس بعد فترة قاسية امضاها في معتقلات نظام القذافي. 42 سنة احنا في ضغط، شباب يعني ايش بنقول لك؟ اذا ما عشناش الحريه الا تو الحق. يعني الحريه تبدا راينا، واحد يتكلم وياخذ راحته ويقول اللي يبيها. الاسرى المحررون وقد استنشقوا الحريه يتطلعون لغد افضل من الماضي الذي جعلهم يمرون بمحطه قاسيه في حياتهم، وهي جحيم معتقلات كتائب القذافي. خليل الجدود العربيه طرابلس.